دائما ما تحمل البدايات سحرا تتوهج معها الروح، تراها الأعين بإعجاب، إلا أن في عالم الأخبار تبدو الأمور مختلفة، فالعين ترى بعدسة الراصد وتروي بلسان الحقيقة وتنقل كل جديد وحصري حتى يكون المشاهد في قلب الحدث. ننتقل من حدث إلى حدث ونحلق من بلد إلى آخر ليكتمل الخبر. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم متابعة إخبارية. واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة موقعة عشرات الشهداء والجرحى. يأتي ذلك فيما اعترف الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين بجروح في كمين نصبته كتائب القسام في رفح جنوبي القطاع. وإلى الضفة الغربية، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى حسن يوسف حسن الشاعر البالغ 17 عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب نعلين غرب رام الله. وأشارت مصادر محلية إلى أن الشهيد الشاعر من بلدة حبلة جنوب قلقيلية وأن الاحتلال احتجز جثمانه. ومن جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية، وأفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن عمليات الاعتقال رافقها اعتداءات وتهديدات بالإضافة إلى الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين. أكدت جماعة حزب الله مواصلة عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن هذا مسارا متواصلا ومنفصلا عن الحساب الذي يجب أن ينتظره الاحتلال ردا على مجزرته في لبنان يوم أمس على حد تعبيره. يأتي ذلك فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن آخر حصيلة لقتل انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية بلغت 9 أشخاص ونحو 3000 جريح. قالت السلطات البرتغالية إن 3 من رجال الإطفاء لقوا حتفهم اليوم في واحدة من عشرات حرائق الغابات التي اجتاحت المناطق الوسطى والشمالية من البلاد، ما يرفع عدد ضحايا أحدث حرائق غابات إلى 7 أشخاص منذ السبت. وأغلقت السلطات العديد من الطرق السريعة وعلقت حركة القطارات على خطين للسكك الحديدية في شمال البلاد. وتكافح البرتغال أكثر من 50 حريق غابات في البر الرئيسي، وحشدت قرابة 5300 رجل إطفاء فضلا عن طلبها المساعدة من الاتحاد الأوروبي، ما دفع إسبانيا وإيطاليا واليونان إلى إرسال طائرات لإطفاء الحرائق باستخدام المياه. قالت السلطات والشركة إن حريقاً اندلع داخل ثاني أكبر مصفات نفط في اليونان، ما أجبر العديد من العمال على الإخلاء بينما تصاعد عمود من الدخان الأسود عبر السماء. وأظهرت صور على وسائل الإعلام المحلية ألسنة لهب عالية في المصفاة التي تديرها شركة موتور أويل اليونانية على بعد حوالي 70 كيلومتراً غربي أثينا. وقالت الشركة إن المصفاة تم إخلاؤها، فيما قال مسؤول بالشركة إنه لم يصب أحد بأذى في الحريق. وأغلقت السلطات المحلية طريقا سريعا بالقرب من المصفاة. وقالت شركة السكك الحديدية إن القطارات توقفت، فيما قامت فرقة الإطفاء بإرسال 3 طائرات هليكوبتر و11 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث، ورسالة عامة إلى السكان لإخلاء المنطقة.
أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت كثيراً من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه الشمال الشرقي. ووفقاً لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أصدرت هيئة الأركان العامة في البلاد بياناً بشأن إطلاق بيونغ يانغ الصواريخ، وذكرت الهيئة أن الصواريخ البالستية قصيرة المدى أطلقت باتجاه الشمال الشرقي من منطقة كايتشون، وأضافت أن الصواريخ قطعت مسافة حوالي 400 كيلومتر، وأن كوريا الجنوبية تدين بشدة هذه التصرفات من جارتها الشمالية. وإلى عالم الفضاء، ومن الجانب البعيد الغامض من القمر، أرسلت المركبة الصينية يوتو 2 صوراً متنوعة لسمات سطح القمر، بما في ذلك المناطق المسطحة والتلال وحفر الاصطدام والصخور الكبيرة، فيما أظهرت إحدى الصور المرسلة إلى الأرض في 10 سبتمبر الجاري أن المركبة تركت علامات على سطح القمر. ويعد يوتو 2 أو جيت رابيد 2 جزءاً من مسبار تشينج 4 الذي هبط على فوهة فانكور مان في حوض القطب الجنوبي إيتكن على الجانب البعيد من القمر في 3 يناير لعام 2019. وإلى فنزويلا، حيث ألقى قمر الحصاد العملاق بريقه فوق كاراكاس، وحظى السكان بنظرة نادرة لكسوف جزئي في نفس الوقت. وأظهر التصوير الفاصل الزمني للكسوف الجزئي القمر العملاق يرتفع في سماء الليل بينما كان مغطى جزئيا بظل الأرض. ويعتبر القمر قمرا عملاقا عندما يصل إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره ويبدو أكبر بكثير من الأرض. كما يعتبر اكتمال القمر في سبتمبر أيضا ثاني 4 أقمار عملاقة متتالية متوقعة في عام 2024 وفقا لوكالة ناسا. لمحبي الببغاوات رسالة لا يجب التغاضي عنها وأخذها على محمل الجد، ففي دراسة جديدة اكتشف علماء تشيليون بكتيريا تنتقل عن طريق الببغاء قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان. وأفادت وسائل إعلام تشيلية أن العامل الممرض المعروف باسم تشلامي دوفيلا بيستيتاسي يمكن أن ينتقل من ببغاوات كويكر إلى طيور أخرى أو إلى البشر، ما يسبب مجموعة من الأمراض من عدوى خفيفة تشبه الإنفلونزا إلى حالات أكثر شدة. وصرح أحد أعضاء فريق البحث أن الببغاوات تشكل تهديداً حيث غالباً ما يحتفظ الناس بالصيصان كحيوانات أليفة. وفي خبرنا الأخير ننتقل إلى عالم كرة القدم، حيث حقق نادي الهلال السعودي بداية قوية في مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ تغلب 3 أهداف مقابل هدف على مضيفه نادي الريان القطري على استاد أحمد بن علي ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري. وأنهى الهلال الشوط الأول متقدماً بثلاثية سجلها سافيتش وجواو كانسيلو وماركوس ليوناردو في الدقائق 15، 42، 44. وفي الشوط الثاني رد الريان بهدف سجله روجر جيديس في الدقيقة 47، ثم أهدر ألكسندر ميتروفيتش ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 71. ويدين الهلال بفوزه الكبير إلى حارس مرماه ياسين بونو الذي تألق في التصدي لعدد من الكرات الخطيرة من جانب الريان. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، في أمان الله.